السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغطون برايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولا نوفيكم بأسعار تذاكر ملاهي دريم بارك الجديدة في مصر 2021. فئات تذاكر ملاهي دريم بارك 2021. فئة التذاكر السيلفر تتضمن هذه الفئة الدخول إلى الملاهي، وكذلك تتضمن جميع الألعاب المجانية، ويستثنى من هذه الفئة جميع الألعاب المدفوعة. فئة التذاكر الجولدن تتضمن هذه الفئة الدخول إلى الملاهي، وكذلك تتضمن جميع الألعاب المجانية، وبالإضافة إلى عدد 2 كوبون فئة 40 جنيه يتم استخدامهم في الألعاب المدفوعة. فئة تذاكر البلاتينيوم تتضمن هذه الفئة الدخول إلى الملاهي، وكذلك تتضمن جميع الألعاب المجانية، وبالإضافة إلى عدد 2 كوبون فئة 40 جنيه يتم استخدامهما في الألعاب المدفوعة، وكوبون فئة 65 جنيه لفئة ألعاب بيت الرعب فقط. فئة التذاكر الديموند تتضمن هذه الفئة الدخول إلى الملاهي، وكذلك تتضمن جميع الألعاب المجانية، وبالإضافة إلى عدد 2 كوبون فئة 40 جنيه وكوبون 50 جنيه يتم استخدامهما في الألعاب المدفوعة، وكوبون فئة 65 جنيه لفئة ألعاب بيت الرعب فقط. فئة التذاكر الفاميلي تتضمن هذه الفئة دخول عائلة مكونة من 4 أفراد أب أم وطفلين تحت سن 10 سنوات، وتضمن جميع الألعاب المجانية فقط. أسعار تذاكر ملاهي دريم بارك 2021. سعر تذكرة دريم بارك فئة التذاكر السيلفر 130 جنيه مصري. سعر تذاكر دريم بارك فئة التذاكر الجولدن 180 جنيه مصري. سعر تذاكر دريم بارك فئة التذاكر البلاتينيوم 230 جنيه مصري. سعر تذاكر دريم بارك فئة التذاكر الديموند 260 جنيه مصري. سعر تذاكر دريم بارك فئة التذاكر الفاميلي 480 جنيه مصري. أسعار الألعاب الغير مجانية في ملاهي دريم بارك 2021. اسم اللعبة وسعر التذكرة للفرد الواحد بالجنيه المصري. اسم اللعبة لعبة لتورنادو، سعر التذكرة للفرد 30 جنيه. لعبة السوبو سبين للفرد الواحد 30 جنيه. لعبة السيميلاتو للفرد الواحد 40 جنيه. لعبة ديسكفري سعر التذكرة للفرد الواحد 40 جنيه. لعبة الصاروخ للفرد الواحد 40 جنيه. لعبة القطار الطائر سعر التذكرة للفرد الواحد 40 جنيه. لعبة الجوكارت للفرد الواحد 50 جنيه. لعبة بيت الرعب للفرد الواحد 65 جنيه. مواعيد العمل ملاهي دريم بارك 2020. تفتح مدينة ملاهي دريم بارك أبوابها أمام جميع الزوار يوميا من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة والأعياد والأجازات الرسمية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار تذاكر ملاهي دريم بارك الجديدة 2021. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.